متابعينا الكرام، نطوي صفحة عام 50 وسعيدين اليوم أننا عدنا إلى الحياة الحمد لله، وسعيدة أكثر بلقاء اليوم بجوهرة، جوهرة المجوهرات، مع نائب مدير التنفيذي طبعا صديقنا وأخونا السيد محمد تمجيد. مساء الخير وكل عام وانتم بخير ومبروك التكريم. مساء النور والسرور إن شاء الله وكل عام وانتم بخير. الله يخليك. ثلاث سنين عد الوقت. اليوم ما شاء الله مسويين كولكشنات جديدة، شو رح تخبرنا عنها اليوم؟ الله يطول في عمرك. اليوم الفكرة في المجوهرات أو المجموعة هاي هي جمع التراث اللي هي مجوهرات اللي كانت مشهورة في الأربعينات والخمسينات القرن الماضي على أشكال نفس الطابع الخارجي تبعها ولكن على أحجام أصغر وفيها تطوير بسيط. طيب هاي أنا بعرف اسمها الطبلة. هاي نعم. مسويينها على شكل علم الإمارات. بالضبط، هي علم الإمارات من جهة في الأدفانتج فيها أو نعم. النقطة الإيجابية فيها اللبس على الجهتين. جهة ثانية عليها زخارف، لا عليها زخارف. ما شاء الله. الطبلات القديمة. هني عند الشيخ فزاع الله يحفظه. شيخ زايد الله يرحمه. شيخ حمد بن راشد. ممكن تتحطون صور ثانية بعد لو حد طلب. طبيعي طبيعي طبيعي. ولكن اليوم نحن نفتخر بالصور هذه بالشخصيات هذه. بالإضافة للعيد الوطني برضه سوينا خارطة الإمارات على أحجار كريمة. حجر الملك هايد، حجر فيروز مسؤول عليها. الفيروز والثاني. ملك هايد. ملك هايد. بالإضافة لمجموعة أحجار ثانية اللي هي المذر أوف بيرل والأجت العقيق الأحمر، بالإضافة للأونكس الأسود، مجموعة ألوان كثيرة منها. اللون الأصفر والسيلفر اليوم جدا مطلوب. نعم نعم نعم، وبالذات الآن الألماس هذا كله ألماس أصفر طبيعي. دقة ألماس ولا ألماس طبيعي؟ لا ألماس ألماس طبيعي. ألماس طبيعي طبعا. أنا ما طبعا الألماس أبيض، فاللون الأبيض مع الأصفر يعطي طابع جميل جدا. جميل. طيب شو بعد عندنا؟ شو حابب تتكلم؟ يعني بعد مجموعة الفيدا هناك. خلينا نشوفها. الفيدا هذه ما شاء الله مجموعة أيضا جدا حلوة. مجموعات كثيرة الله يطول في عمرك. الأشياء لونها سماوي المحلية. لا الألوان مختلفة فيها، تقريبا حوالي برضه 12 لون من المجموعة هذه. الحجر الوسطي عليه ألوان مختلفة. طيب ممكن نجيب هذا الطقم لو سمحت؟ لاحظت بجوهرة وايد يحبون اللولو. نعم، إلى اليوم الله يطول في عمرك دائما كان نقول لحد الستينات أو السبعينات كان اللولو تلبس فقط الحريم الكبار في السن من 60-70 سنة، هذول يلبسون. كانت أكثر التجارة موجودة في الإمارات. فكان في السابق تلبس فقط العقود اللولو اللي عقد فقط بس حبوب لولو. الحريم ما 60-70 سنة 80 سنة هذا نقول الأعمار الثانية أو الفئات العمرية الثانية كان بعيدين عن اللولو. يقولوا أنا شفت يدوتي لابسة هذا إيه. فنحن دخلنا اللولو مع الذهب مع لمسات حلوة كثيرة، يعني في أشياء كثيرة. يعني مجموعة هني ما شاء الله مجموعة كبيرة هني من اللولو اللي تناسب الأعمار نقول من البنات الصغار للعشرينات للكبار. طيب اللولو يختلف من شكل لشكل، من سعر لسعر؟ طبعا اللولو اليوم مثل اي حجر كريم اخر. اليوم اللولو حجم اللولو كم القطر تبعها، اللون تبع حبه اللولو، وايضا الملمس حبه اللولو. في بعض البنات، انا عندي طقم في البيت مو بنظف، يعني مثل ما هو على شكل اساسي وحابين الشكل، يعني حتى ممكن حتى ممكن تنظف، لان اللولو عباره عن طبقات فوق بعض. ممكن تشاط الطبقه اللي فوق تتاثر بالعطور الكريمات مال الحريم هذا. أيوة. فيتاثر الطبقه اللي فوق، بس في عندنا مواد كيماويه تشيل الطبقه اللي فوق ترد اللولو مثل ما كانت. دائما كنا نحن في لقاءاتنا نتكلم عن المجوهرات، اليوم تكلمنا عن اشياء جديده، عن اللولو وعن الاحجار الكريمه. انا سعيده جدا بهاللقاء. الله يطول. كل ما حابب تقولها اليوم. بس احب اهني كل شخص موجود على ارض الدوله هاي بجميل الذهبي للعام 50 لدولة الإمارات العربية المتحدة. وكنت أتكلم مع الأخوان من ساعة بأن اليوم جيلنا إحنا الحمد لله رب العالمين، الله أعطانا العمر أن نعيش ونشوف السنة 50 نعيشنا قبل الاتحاد وبعد الاتحاد الحمد لله رب العالمين. وعلى كلام بعض الأخوان من الدول الثانية أن اللي شفناه إحنا في الفترة الزمنية هذه عبارة عن 3 أجيال في جيل واحد. فكل عام وانتم بخير. وانت بخير. شكرا لك. الله يعافيك.